صباحكم الله بالخير حبايبي الطيبين، وكل عام وانتم بخير، ونال عليكم الصحة والسلامة، سلامة الأهل إن شاء الله. وهذا فيديو جديد، تابعونا. هاي هاي تفضل. هذا الشفتيل أربع أفراق. لكم أمر هين. الحمد لله أشكر. الحمد لله ما نقول غير شيء. هاي مثل الورد كل شيء ما بيه. هذا اخي اخر واحد شفت يلا هم متوفي. يلا الحمد لله أشكر. الله يعوض. حبايبي شايفين هذا القفص؟ تقريبا عرضه متر وشوية، متر وعشرين تقريبا، هو ارتفاع نفس القديماتي اللي هو هذا. هذا راح الباب راح اسدها الغيها وذني الحمامات اللحن. ها وعندي هذا القاطع راح افله وافتحه كل سوا. شو تقولون محسن؟ انا اشوفكم الزرع اللي جبته يوم الجمعة. هاي برتقالة زرعته هنا بهذا الزاوية، وهذا جرين فود يبقى ما تصير اكبر، وهاي رارنجة كبيرة قدي بابا تعورين، وذني قديمات، وهذني جبت هناني بعد ما زارحن ذني. هسه الطوها بالاخبار قد شويه مطر بعد الغيم، الغيم جاي يجمع اسود، فما ادري اغطيهن لا هذا اقول ما اغطيهن ما عليش. شو تقولون؟ ولو انتم ما تلحقون تقولوا لي نشر الفيديو ثلاث ايام. يلا ما عليه شيء. والدنيا صارت سودة يعني ورا هاي مطرة والله مطرت. نشوف الباب. الباب من بعيد. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطر خير إن شاء الله. طاف الضوء الكهرباء لا اوكي يزقني فيزقني كمان. يلا هذا فينيس غريب. البارحة كبشت هذا هذا قبله اجا تتقاعد اجا اللي طم القفص على الصوت وعلى كل ميت من الجوع. فتحت الباب والله كبيرة شو طب القفص كبشته. هذا خليه يفيدني يعني اخليه واخليه ويا الاحجام اللي عندي حتى يبين الحجم اللي عندي. هاي نفية من هنا اعرف هاي نفية. وهذني الله اعلم. طبعا واجهتني صعوبات كلش كبيرة هسه بهاي الفترة. انا عندي بالخانات بناجز، عندي احجام لاني ما يزقن يعني، بس ينتج انتاجه ما بي مشكله بس ما يزق.
فأنا متعلم يعني كل ما يبيض وقريب بالتفقيس أحول البيض ماله جوا الطيور ذني السوبرات والأمور ماشية تمام. هسه هنا فقسن وهنا ما عندي جواهن بيض أو جواهن أفراخ، واحتاريت فيهن والله ساعة خليش جوا البنغالي ساعة مدري منه، بالأخير عندي هنا ذاك فيتشر ذاك القفص العفو ذاك البيت ذاك البيت بأفراخ كبار مريشات، فقلت خلنا نخليهن والله على الله. والله خليت الباحة تجربة، قعدت اليوم الصبح زاقاته فخليت الباقيات وبعد على الله يبقين يعيشين بعد ما أعرف. السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. شباب أولا أحب أقدم شكري وامتناني لكم على الدعم اللي جاي تدعمون به القناة واللايكات والتعليقات الحلوة، ونقول للمشتركين الجدد أهلا وسهلا بكم وهاي قناتكم وأي شيء تحتاجون أنا موجود. شباب بالنسبة لأكو سؤال دائما ترى عندي فحبيت أسوي على أسوي له فيديو، إنه أنا جبت طيور جديدة صار فترة ما تجليش. إخوان يعني هذا السؤال يعني يتكرر عليه تقريبا 100 مرة باليوم. هذا السؤال ليش ما أعرف أجاوبك عليه؟ لأن يعني أنت لازم تبحث بالأسباب. مثلا أنت جبت طيور مال خانة أو جبت طيور مال محمية. أستاني إجا شخص مني اشترى طيور مال محمية خلاها بخانة، قابرني وراء تقريبا وراء 15 يوم قال لي كل شيء ما سوين. قلت أخوي أنت وين خالهن؟ قال لي أنا خالهم بخانة. قلت لأخوي أنا طيوري مال محمية ومتعلمات على مكان كبير، إذا تخليني بخانة قد شي فتلات أشهر أربعة إذا يتعودن فميش هذا خليني قفص كبير وشوفهن. فقال ماشي خلاها قفص كبير، خابرنا ورا أسبوع قال لي بيضا لما نعشه بيضا. هاي واحدة من الأسباب. السبب الثاني أنه أكو طيور مريضة، أكو طيور كبيرة، أكو طيور صغيرة، أكو طيور يعني كلش مشاكل هواية. لازم أنت كمربي حتى لو خاوي او مبتدئ تبحث بالاسباب. مثلا هذا الزوج ليش ما بيض؟ اعزله اخليه بغير مكان، اغير الفحل، اغير النثيه، يعني اظل احاول منه ومنه 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 لحد ما القى اطيح على العله مثل ما يقولون. وبعد شنو بالنسبه لل هسه وقت الصيف اجانا شباب، اول ما هسه حاليا يعني اللي عنده بيوت خالين والما عنده تكاثر ولا بيض ولا افراخ خلي يشيل البيوت بعد، لان بعدها هي حاره البيض ما راح يطلع كله، ثلاث ارباع يفسد وطيور تهلك من الحر والافراخ هم كذلك، فشيل البيوت وارحم طيورك واستعمل شغلات بيها سوائل مثلا خس خضروات بالاسبوع مره، الخس تعطي اكثر من مره بالاسبوع عادي ماكو مشكله، الخس لي كله الياف فواكه. البيض السلق مره بالاسبوع وخليه بوقت اللي ما بي حر، يعني مثلا ورا الظهر حتى اللي البيض بالحر يفسد كبد يفسد ويصير بعفونه من تاكل ياكل الطير راح يصير عنده امعاء والتهاب امعاء وجر، فمره بالاسبوع كلش كافي. وأنصحكم تجيبون فيتامينات من شركة معروفة على طول الصيف، تطول بأسبوع مرتين فيتامينات كلش مهم، كلش مهم حتى الطير يرجع يعيد نشاطه وحيويته، لأنه يعني بالموسم ذاك منتهي من الإنتاج، وتعطيهم تقدمهم كالسيوم وهذا وأي شيء يعني تتطرقون لو ما تعرفونه كتبوا لي بالتعليقات وانا اجاوبكم عليه. تدللوا هسه بهاي العاصفه لقيت هاي واقعه، والله عجبتني حسويها شجره مال طيور، راح اقلمها واسوي شجره مال طيور نص الناعم. نعم ما احتاجه هذا الشكل النهائي مال الشجرة.
صلخ تصلخ. هاي قولوا لي حخليها هناك. هاي جديدة اللي سألني وين اخليه، اخليه هنا وهذا الجديد هذا ما راح افتحه، سي هناك في الزاوية. حياكم الله شباب. طبعا اليوم نازل على الطيور كوكتيل، شنو اخباره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اكل ما عنده، اجي صيح يريد اكيد. يلا تعال تفضل. تعال خلصنا منك. اخبار الافراخ انها طلعان بعد هين. بيضة فوق البطن، بيضة فوق جديدة. عندي واحد هنا طلع حاليا، هذا رصاصي، هذا سنجر. خلطنا العدد من الافراخ. ميتات والله كلهم ميتاتي. انا صوت كذا اني وهذني هن هذني عابرات الزق مالتهم. شوف انا ما عندي هاي زقين. هاي بس واحد عايش اللي هو هذا كبير. يلا الحمد لله على كل حال. خلنا حوله شوف يمنا حوله. فاق ما تنصوتي لأن حول الجو غير أزواج أفراخ أكبر فهم لهم. أتغير 1 2 3 4 5 6 أفراخ. يلا الحمد لله على كل حال الحمد لله. هاي أهم شيء فصل الصيف البطاريات او المشربيات اهم شيء نظيفات. سجل فزينه ومي حار وزاهي ورجع جدد. خليه هنا ناخذ مال كوكتيلات من نغسل غسله زينه. شباب جدا ضروري تسوون هذني، هذا دروب زايد كلش يدوه المجاثيم من كله ينشال. ليش ينشال؟ يخلصكم من هواي امراض جلديه. امراض هاي تصير جلديه اللي تصير فطريات بالرجل. هاي بعطلك كله ينحيك. هذا اي واحد عنده بالمحميه مالته هيجي في فتره فتره ينظفون، يحاول ينظفون. شوف هاي تغنيك على هواي شغلات.
شوف حتى هاي الزغيرة سوي. هاي بصبرا هسه تمام، هسه نقطين وين شان وين صان يا ضروري جدا والله شباب، يعني إذا سوى هاي الشغلة ما تعاني بعد من فطريات برجل أبد. شو رأيكم زراعة هاي هنا أنا؟ زراعة ورد. سجاهزات. لأني صانع كبار بعد وديهن للمطير. لأني بنفسجيات زود. شوف اكو بعد مستحقات وضعنا بي بعد هي مستحقات بدني يضخ ناخذ هذا بنفسجي فاتح ناخذ هذا الأصفر هذا باكر باقي البغيات هذا هم كبير مفطوم هذا الفحل لونه هي فحل انطلق يا جماعتك حبايب قلبي هنا وصلنا لنهاية الفيديو شوفوا لي هذا رصاصي الابيض كثير فحل هذا فحل طلع الفحل طار عندكم شيء شراعة قلبي حبايب قلبي وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسونا باللايك اي واحد يشوف الفيديو يحط لايك والمشاركة والمشتركين جدد اهلا وسهلا بكم هاي قناتكم في مال الله